استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم السادة أصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك، وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد. حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا، وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الناصر الصباح.